سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا. السلام عليكم ورحمه الله. هزر في اللون سي الصادق بوقطايا، هذا الاسم اللي كان نكره وبكثره التملحيس والتمرخيس والتشيات وكذا، صاب روحو عضو لجنه مركزيه في جبهه التحرير، وباقي لا لحق حتى المكتب السياسي. نعم السيد كان يطمح يكون امين عام، ولكن كان اللي فاتينو في التمرخيس سبقوه وداوها له. الصادق بوقطايا اللي كان حل الوقت يسجد البوتفليقه، تعرفوا يسجد البوتفليقه، لما نقول يسجد نعرف معنى كلمه السجود، هو كان يسجد البوتفليقه وفي الشارع، برا في الشارع امام الناس. كان هذا في عام 2008 2004 لما صادق بوقطايا عملوا العسكر رايحين يغلبوا بوتفليقه، لما جابوا بن فليس كمرشح ضد بوتفليقه، وبوقطايا ماشي غير ساند بوتفليقه، خرج للعيب ساند بريتو علي بن فليس، خرج للعيب البوتفليقه، دار كيما انس رحمني ولد القومي التطياح والسبان، ما خلى في بوتفليقه والو. النتائج خرجت حاجة أخرى، بوتفليقة ربح، لأنه في هذيك بوتفليقة عرف كيفاش يكسر العلبة السوداء، يدي معاه العربي بالخير وتوفيق، يديهم معاه من جهته والمخ محمد التباتي، ويخلي الدواب خارجين له ضد محمد العماري وخالد نزار اللي كان قائد الناحية العسكرية الأولى أو مات فاصون لا علينا. بوقطايا عمالو العسكر يربحو، خرج فرسو ألور واش يدير باش ما يضيعش، راح يسجد البوتفليقة في الشارع، قولو سامحني يا سيدي سامحني يا سيدي. هاو كيفاش تشوف هذا بوقطايا يلحق المناصب في جبهة التحرير، وما قدم حتى خدمة لا للجزائر ولا لجبهة التحرير. اللي يعرف حاجة إنجاز دارو الصادق بوقطايا لصالح الجزائر يجيب لنا نشوفوه. ربع إنجاز، ماشي إنجاز، إنجاز بزاف، ربع إنجاز. شوفوا الناس كيش لحقوا يعني المناصب وداروا المال وداروا الدراهم وداروا داروا داروا. ألور بون الصادق بوقطايا درك ما يقدرش يترشح للانتخاب، لانه هذا قال لك نديروا الجزائر الجديده يترشحوا فيها جماعه اخرين، انتم كليتوا بزاف درك تجيبوا جماعه اخرين ياكلوا وياكلوا معنا بيان سور. الوغ كيما سي الحسن حسن العريبي جابوا وليدو يترشح باسم توجو نفس الحزب تاع جاب الله، ذاك العداله ما نعرفوش من عداله المسخره تاعيا تاع جاب الله، اللي هو يعني باين حسن العريبي يعترف انه خدام عميل تاع توفيق، لا اكثر ولا اقل، يديروا الاخبارات هذا على الاسلاميين. صادق بوقطايا رشح وليدو، ولكن المشكل تاع صادق بوقطايا ان وليدو متسكع تاع الصح، منحرف تاع الصح، تاع الشراب ونسى وزطله وروح وروح. هذا حطو مترشح، شوفوا التصويره تاع الترشح تاعو كيفاش يدل عليه. نعم، وهذا الوطني ابن جبهة التحرير الوطني وين يصيب راحتو؟ يصيبها في باريس، هاهو متصور مع باباه في باريس، شفتو كيفاش. ومن بعد الجزائر اللي يحبها وليد السي صادق بوقطايا، واش من الجزائر تاع البيخو وبنات وكذا ومنا شو هادو باش يجوا لي هذاك دراهم دراهم، والفاتشه اللي يجوا هادو دراهم دراهم، شكون واش يخدم باباه واش عنده باباه، دراهم تشيبا دراهم الرشوه دراهم الفساد. عامليك شي قال قرا وليدو دار مشروع ونجح وكذا، لا لا،
وليدو راح يدير له كارير كيما دار هو كارير في البوليتيك تاع الخروطو، ما ينتج والو، حتى انتاج الانتاج الوحيد هو الانبطاح للحكام، الشتاء للحكام والسلام. هذا هو الشعب، لانه هذا وجبة التحرير الوطني ردوه، يعني عبارة عن وكر تاع ناس فاسدين اللي يجي يركب الجزائر يقولوا رانا معاك هاميك. دونك السيد هذا حكمت عليه المحكمة تاع الشراقة، لأنه تحكم في ظروف قال لك الفعل العلني المخل بالحياة، يعني ما قال لك حتى وإن بليتم فاستتيروا، ما عرفهاش، لأنه هذا تعيجي شوفني يعني عم شوفني راني ولد فلان، واش من ولد فلان ديالك هدايا على رها واش. دونك قال قضت محكمة الشراقة مات بإدانة بوقطايا زكريا نزل القيادي بجبهة التحرير الوطني ب 18 شهر حبسا موقوف النفاذ. ألور ولاد الحراك شوفوا من على الله عليهم هذا تاع القضاء تاع التليفون الخامجين الرخاص، واحد يجي قدام ربي وعباده يكشف الامور فضايح وكذا اعطيه 6 شهور غير نافذ، واحد يخرج يطالب بدولة القانون يعطي له عام نافذ. وعليكم ينال بوكم وبالراسة تاعكم يا خبثاء يا أنذار يا رخاص. قضاء هذا هذه دولة قانون هذه ألور به باللي معاه عايز يقول كما أدين صديقه بعام حبس موقوف النفاذ، وعليه صديقه عام حبسه هو 6 شهور برك هو 18 شهر حبس موقف النفاذ، كما ودنا صديقه بعام حبس موقف النفاذ فيما تمت إدانة الفتاة المدعوة دال سين حنان بست أشهر حبس الموقف النفاذ عن تهمة العمل الفعل المخل بالحياة، ليتم ذلك الإفراج عن جميع المتهمين والمداولة في قضيتهم بعد لحظات محاكمتهم. تمتم قضاء التليفون داولوا في عرفتوا ما يخلوه في الحبس ويداولوا كما يديروا هالولاد الحراك الحراكيين ساولا رجال يديروا ما كيعطوا الحبس الاحتياطي ويخلوهم. شفتوا كيفاش وعلاش الناس طالب دولة مدنية ماشي عسكرية باش يكون قانون. الاخر ابو الفضل أنا بعدي أمين عام جبهة التحرير بنتو تدي سيارة على الجبهة تكسرها يحضروا جدارمية دول الكونستا يميتيهم لجهة أخرى. هامليك لا بكاش عايش الجزائر الجديدة هذه، هذا وليد بوقطاي هذا هو اللي راح يديروا مع الجزائر الجديدة تحت رعاية شنقريحة و وتبون وجماعتهم، ياك هذه الجزائر الجديدة. الله يقدر الخير بلادنا، والله يبعد ولاد الحرام عليها، لأنه هذو ولاد حرام، ياك شو حكموه في سمات، قال لك أفعال مخلة بالحياة، ولاد حرام، لا بروف، علي لا، شتو كاش، ولاد حرام كلهم في بعضهم، الله لا يتربحهم. السلام عليكم ورحمة الله. خلينا سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا تطوروا في الديتونار في التربوده.